هناك بعض المشروعات الكبرى بالدول العربية التي حققت أرقام قياسية، لو تذكر أبرز هذه المشروعات. طيب إذا بدأنا من مصر مثلا، هناك مشروع حقق رقم قياسي اللي هو مشروع روض الفرج اللي هو جسر تحيا مصر، حقق الرقم القياسي لأعرض جسر معلق في العالم. طبعا بعد هذا الجسر بانترمز بالعرض هو 67.3 متر، وحقق الرقم القياسي من أبرز كفاءات هذا الرقم القياسي أو مميزات هذا الرقم القياسي. احتاج إلى 4000 مهندس ومساعد لإنجاز العمل، واحتاج إلى نحو 290 ألف طن من الحديد. هذه المكونات قادرة على إنشاء 1000 عمارة سكنية. مشروع عملاق جدا، تم توثيقه في مايو 2019. بعض الأرقام القياسية من الدول العربية الأخرى، طبعا قد يكون الأبرز بالإمارات هو برج خليفة. ما لا يعرفه الناس عن برج خليفة أنه حقق 11 رقم قياسي، ولا يزال البرج الأطول على سطح الكوكب. من السعودية على سبيل المثال، هناك أكبر مبنى مغطى بالمرايا، هذا المبنى هو مسرح المرايا المقام في محافظة العلا، وهو مسرح لأداء الحفلات الفنية والغنائية والموسيقية وما إلى ذلك. ولكن هذه أبرز المشروعات التي أقيمت في الوطن العربي، هناك مشروعات القائمة تطول يعني.